السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ديما اموركم تكون بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وعجبتكم ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وتضغطوا على الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد الوصفات ومرحبا بكم في القناه بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله فجيت نشارك معكم واحد الغديوه سهل اللي سهله وسريعه وكتجي لذيذه بزاف اذا كنتو عندكم ضياف سواء ضياف اللي العائلة للعائله ديالكم أو شي حد اللي بعيد وبغيتو اقتراحات فان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الاقتراحات الوجبات ديال الغدا والوجبات ديال العشاء ان شاء الله فكيف ما لكم فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوجبه ديال الغدا فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير ولا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا فغادي نطيب هنايا اللحم فخديت كميه ديال اللحم ودرت درت عليها شويه ديال ديال زيت المائده وخليتها حتى واحد شويه في الزيت مباشره درت عليها تقريبا واحد اربعه ديال الحبات ديال البصله الخضريه كيف ما كتشوفوا اللي قطعتها حتى هي بهذا الشكل درت العطريه بالنسبه للعطريه درت الخرقوم درت سكنجبير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه مطحونه فما كانت عندي القرفه عواد درت القرفه مطحونه الا عندكم قرفه عواد يكون افضل صافي درت شويه ديال ديال الربيع ودرت واحد الضامه ديال الزعفران الحر لان ما عنديش الزعفران الحر فضفت فقط الزعفران ديال الضامه وبالنسبه للقزبر معدنوس فانا هنا قطعته رقيق كيفما شفتوا معايا وضفتو فاللي بغات دير غير قبيطه ديال ديال المعدنوس والقزبر مخلطين ديرهم دير عليهم شي خيط وتحطهم حتى هي الطريقه اللي هي زوينه بزاف صافي درت هنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ودرت جوج ديال الفصوص كبار ديال الثومه اللي حكيتهم بالحكاكه رقيقه صافي وكانت هذه هي التوابل وكنخلي اللحم ديالي حتى كتقلى مزيان هذا هو السر باش يجيكم دائما طيب ديالكم بنين فحاولوا دائما انكم تقليو مزيان اللحم والدجاج فكنذكر لكم دائما هاد هاد الحيله باش هكا كيجي كي لكم زوين وفي نفس الوقت ملي لك كيتشحر لكم اولا لك كيتقلى لكم اللحم ديالكم اولا الدجاج فحاولوا دائما تمرقوا بالماء اللي كيكون غليان صافي درت الماء وغادي على الكوكو ديالي ونخلي اللحمه حتى كطيب وهنا بغيت نوريكم راه الوالده ديالي راه معاوناني في الكوزينه راه هي اللي نقات لي الخضره وقطعات لي كل شي. عندي هنايا الروز اللي كناخذ من بيم مسلقته في الماء والملحه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا المكور فقطعته لي الوالده رقيق كيف ما كتشوفوا معايا صافي وشويه ديال الخس اللي حتى هو نقاتو وغسلاتو وقطعته لي رقيق وخديت هنايا كيف ما كتشوفوا معايا شويه ديال الزبيب بالنسبه لهاد الزبيب فانا غادي نضيفو ان شاء الله على المكور هو واليوغورت ديال ديال الفاني وغادي نضيف عليه التفاح وغادي تشوفوا معايا شنو كندير فكنت شاركت معكم الطريقه ديال تحضير هاد السلطه كتجي فعلا واحد السلطه اللي منعشه وزوينه بزاف عندي تما شويه ديال الخيار اللي غادي نقطعو وعندي تما الخزو اللي غادي نحكو ان شاء الله فغتشوفوا معايا السلطه اللي غادي نقدم اليوم صافي كيف ما كتشوفوا معايا في اول حاجه درتها خديت هذاك المكور ودرت عليه الزبيب بعد ما غسلته مزيان من هداك التراب اللي كتكون فيه صافي ودرتو هنايا فوق من المكور او الملفوف قطعت عليه هنايا تقريبا واحد ثلاثة ديال الحبات ديال ديال التفاح اللي نقيتهم حيت لهم القشره ديالهم ودرت هنايا واحد تقريبا واحد ملعقة كبيره عامره ديال السكر ما نكثر السكر لان الوالدين ديالي فيهم السكر فحاولت انا ندير فقط غير ملعقه درت جوج ديال اليوغورت بنكهة ديال الفانيلا وكنخلط الكل فكنحصل على واحد السلطه اللي كتجي فعلا منعشه وزوينه بزاف في هذه الاثناء انا كنت عجنت كيف ما كتشوفوا معايا الخبز وهنايا راه خمر عندي تقبته بالفورشيط وغادي نديرو من طبيعه الحال في الفرن باش هكا كيطيب صافي غادي ندوز هنايا مبقاش ليا بزاف ديال الحويجات فغادي ندوز هنايا باش نوجد كل حاجه باش هكا ما تتراكمش عليا الاواني ديالي ونحاول دائما ملي نقد اي حاجه نغسل المعنات ونحطهم بلاصتهم باش هكا تخوى ليا الكوزينه فخديت هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هاد السليفات بالبصلات ديالهم وقلت هنايا فاش غادي نقدم ان شاء الله هاد السلطه اللي كتجي كيف ما قلت لكم منعشه فان شاء الله تجربوها في رمضان وحتى في الصيف فغادي تنفعكم بزاف خصوصا الاخوات اللي ما كياكلوش ليها وليداتها المكور فحاولوا انكم ديروا بهاد الطريقه وان شاء الله غادي يعجبكم غادي يعجبهم ان شاء الله هاد المكور بهذه الطريقه صافي بالنسبه للروس بعد ما برد فانا درت فيه شويه ديال المايس وشويه ديال الطون شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وغادي نخلطو بالمايونيز كيف ما شفتو معايا حتى كنحصل على هذه المكونات كامله منسجمه مع بعضياتهم صافي خديت هنايا واحد المول ديال الكيك كيف ما معايا فعندي هاد المول شويه كبير فغادي ندير النصف ديالو فقط فغادي نحول انني نضغط بهكا وقلبته على الطبسيل باش كيحافظ لي على شكل ديال ديال المول وخديت هذاك الخص اللي تقطع فانا درته هنايا في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نزين بالطوماط سوغيز كيف ما كتشوفوا صافي بالنسبه بالنسبه للتزيين فهو تزين بسيط ولكن كتجي واحد السلطه اللي كتجي رائعه بزاف لا في المذاق وحتى في المنظر ديالها وغادي نزين هنايا الجوانب ديال هاد ديال هاد مطيشه غادي نزين بهاد الفخوماج ديال الساندويتش فكنخذو وكنلويه بهذا الشكل اللي انا كاينين بزاف الاخوات اللي كانوا سولوني في هذاك الفيديو كيفاش درتي لذاك الفرماج حتى لويتيه فقط كنلويه كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه وكنقطعو على جوج وهكا كنحصل عليه الشكل ديالو زوين وكيزين ليا السلطه آه ديالي خديت انايا دوك الحبات ديال ديال الخيزو اللي حكيتهم بالحكة رقيقه وغادي نوضعهم في الجوانب فانا هنايا غادي نخدم باليد ديالي فما كاين ما حسن من اليد نخدمو بها حسن من المعلقه صافي طيب هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنوزع الجزر بشكل اللي هو متساوي وخديت انايا القرعه الخضراء كيف ما كتشوفوا معايا اولا الكوزه اللي كيقولوا ليها الدول العربيه خديتها وقطعتها كيف ما شفتوا ودرتها تسلقات واحد شويه في الماء والملحه ومن بعد صفيتها ودرتها في, في هذا المقله مع شويه ديال الزبده شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار وحكيت عليها جوج د دي الفصوص ديال الثوم والربيع وشحرتها شي شويه في فهاديك الزبده وضعتها في الطبق ديالي كيف ماشته. اما بالنسبه للفلفله فانا خديت الفلفله وشويتها ودرت عليها شويه ديال بعد ما نقيتها فانا درت ليها شويه ديال الزيت وشويه الملح الملحه وشويه ديال البزار وكنقدمها كتجي فعلا لذيذه بزاف بالنسبه للاخوات اللي كتعجبهم الفلفله جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر صافي قطعت هذيك الخيار كيف ما كتشوفوا قطعته بهذا الشكل بعد ما نقيته حطيتو كيف ما كتشوفوا بقى يعني لي هنايا واحد شويه ديال الخس قلت بلا ما يضيع غادي نضيفه تما الخبز ديالي ها هو راه وكانت هذه هي الطبيله ديال الغداء كيف ما كتشوفوا معايا فحطيتها بهذه الطريقه فهنايا يعني الاخوات اللي غادي يسولوني علاش حطيت غير ثلاثه ديال الزليفات وحنايا دابا راه حنايا ربعه ملي جاوا الوالدين ديالي فالام ديالي راه كانت هنايا صايمه خليت ليها حق ديال السلطه وديال اي حاجه طيبتها فانا خليت ليها حقها الله يتقبل الصيام ديالها وصيام جميع المسلمات والمسلمين اللي صايمين صافي كيف ما كتشوفوا معايا الطاوله ديالي فكانت بهذا الشكل الطاوله اللي هي بسيطه بزاف ولكن نحاولوا نقضيو باي حاجه كاينه عندنا في البيت فاليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا معايا فانا قضيت باي حاجه كاينه عندي في الثلاجه فمازال غادي خاصة خاصني مازال خطيره وغادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ديال ديال الطريقه اللي تحضري بها الطاوله ديال الغداء باشياء باشياء اللي تكون بسيطه فان شاء الله خليوها ليا في التعليق واكيد غادي نشارك معكم بزاف بزاف ديال 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 الوصفات اللي تقدروا تحضروها ان شاء الله الوجبات ديال الغداء اولا الوجبات ديال العشاء خصوصا الاخوات اللي كيطلبوني كي على هذا النوع ديال الفيديوهات فغادي ان شاء الله نشارك معكم كل شيء صافي بعد ما كلينا السلطه فهاد السنه باش نحط اللحم كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للحم فانا ما ما كملتش لكم التصوير فخديت اللحم وبعد ما طابت فحليت عليها وضفت عليها واحد شويه مازال ديال القرفه وقبيصه ديال ديال السكر وخليتها حتى تقلات مزيان وهذا هو الشكل ديالها النهائي زينتها بالبرقوق مع وشويه ديال اللوز مقلي وكان هذا هو الطبق الثاني ديال هذا النهار ديال الوجبه ديال الغضاء. فكنت فكنتمنى فعلا ان الفيديو اللي قدمت لكم اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم وسمحوا لي بزاف على الصوت ديالي آه شي شويه بدا كي صوت صوت ديالي اللي بدا لان الجو بدا كيتقلب كيف ما ذكرت لكم وهنا بغيت نشارك معكم البلاطويات اللي صوبت لواحد المتتبعه عندي في القناه كاينه في كاينه في فرنسا فمن هذا الفيديو بغيت نقول لها بصحتك وراحتك اختي والله يدخلهم عليك بالصحه والسلامه بطول العمر يا ربي والله يوفقك في اي حاجه كنتي بغيتي ديريها فانا يلا عطيتهم الام ديالها وهي غادي تصيفطهم ليها لفرنسا فبغيت نقول لك بصحة والراحه اختي فكنت صوبت لي هاد البلاطويات وصوبت ليها حتى واحد العلب اللي متمنين فكنتمنى انهم يعجبوها الى وصلوها وكنتمنى لكم حتى نتوما فرجه ممتعه نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته